تواصلنا يستمر في هذه الأشواط المتتالية المتتابعة خلال انطلاقة أشواط صباح هذا اليوم، حيث تعلن انطلاقة الشوط 15 قبل قليل والخاص بالقعدان الحقايق. مقدمة الشوط الذيب محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي. ننتقل إلى المركز الثاني، هذا درب سالم بن يابر بن حياي المنصوري. المركز الثالث عماش حمد بن سعيد بن زاهر الخيلي. ننتقل إلى المركز الرابع حيث يتواجد الذهب مسعود بن مهير بالصائق المزروعي. خذ أيضا المركز الرابع بالرقم واحد. بينما ننتقل إلى المركز الخامس ليتواجد من الجانب الآخر في هذه المنافسة القوية سوقان سعيد بن محمد بن ركاض العامري، ولكن تدخل هذا طايش سعيد بن سيل اليبهوني، خذ المركز الرابع. انتقل من الخامس إلى الرابع مباشرة بن ياعد قادم، بن ياعد يتقدم بوجود الفارس خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، يأتي مع انطلاقة الفارس، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى سوقان، يأتي بشعار سعيد بن محمد بن ركاض العامري، يتواجد على المقدمة وعلى المركز الأول خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع المثير في انطلاقة هذا الشوط في منافسة هذه الأسماء المتقدمة الباحثة عن المركز الأول. القيادة مع الذيب محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي يتواجد ليقود مسار هذا الشوط. عماش بدأ يتجاوز، عماش لحمد بن سعيد بن زاهر الخيالي بدأ يقير النتيجة ويستلم مقدمة هذا الشوط. يا سلام، بينما الذيب محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي، المركز الثالث صوغان سعيد بن محمد بن ركاض العامري، المركز الرابع درب سالم بن يابر بن هياي المنصوري، خامسا الفارس لا خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير لوجود هذه الأسماء المتقدمة الباحثة عن الفوز والناموس من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا الإبداع القوي والانطلاق المثير بوجود هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم بأرضية هذا الميدان، من خلال هذا الانطلاق المميز والإبداع الكبير بوجود هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم. ولكن بن زاهرة، ولكن بن زاهرة يأتي ليبدع، يأتي ليبدع مع وجود أيضا عماش حمد بن سعيد بن زاهرة الخيالي، يتقدم من خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني هنا أيضا لسيب بن محمد بن حمد بن سالم العفاري مع أيضا عرق، يتقدم في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق والإبداع المثير. ياهي أسماء قادمة من القعدان، بن ياعد يتحرك، بن ياعد يتحرك، وكذلك قيث حمد بن راشد العامري بن قالوش العامري يأتي في المركز الرابع خلال هذا الانطلاق. عماش بن زاهرة، عماش بن زاهرة والعفاري، والعفاري هنا مع عرق، عرق عرق يأتي أيضا مشاهدين الأعزاء. سيف بن محمد بن حمد بن سالم العفاري يأتي بوجود هذا الاسم خلال هذا الانطلاق. عرق الأصالة، عرق الناموس ينطلق بالمركز الأول. سيف بن محمد بن حمد العفاري يحقق ناموس هذا الشوط في الأمتار الأخيرة مع انطلاقة عرق، مع انطلاقة عرق ياتي بالمركز الأول. تهانينا لسيف بن محمد بن حمد بن سالم العفاري. المركز الثاني مع بن زاهرة، المركز الثالث كان أيضا قيث حمد بن رامس بن عامر بن قالوش العامري. المركز الرابع لخليفة بن عبد الله بن ياعد، والمركز الخامس درب سالم بن يابر بن هياي المنصوري. 4:34.